الكفارة. يا عصام، الفرق بين الراجل والمره غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. وايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعها يا دسوقي. وانا اجي في دخله برضه اروح امك؟ انا جاي في دخله وهيشهد عليها ابوك. يا محمد يا نعم، ايه يا رفاعي؟ ابنك بيبلغ عني. فمش طريق كلام برضه يا معلم رفاعي. بس يا بابا، بتبلغ عني انا يا عصام؟ فمش بالصوت برضه ولا ايه؟ ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف. ده انت تمسك الشيشه بقى. الكل تعالى يا ديزي، قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله يا استاذه كان عليا الظهر، رحت الجامع لقيته لسه ما اتدنش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليته؟ لا، اصل النوم بين اوضه الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضى ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك، قصدي يعني بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. خير يا زين؟ في معاون مباحث في الدنيا بيجي في خير برضك؟ مسعد ولدك فين؟ ايه ده؟ انت ما حدش قال لك انه هاجر؟ هاجر امريكا واتجوز امريكي وعنده منها عيلين. ايوه يا فندم، انا احمد المنسى قريب من نور. ايوه يا فندم، انا 20 دقيقه بالظبط. اضربوا هون علينا يا فندم، محتاجين دعم بسرعه. في رجاله ماتت البحر في السكه. انا احمد منسي معاك، احنا في الطريق. احمد منسي، احنا في الطريق. في مصابين كتير يا بنت، هخرجهم لك واضرب على الكمين. ارمي الكمين. اثبت جاي لك يا فتحي في الطريق، اثبت. مش هنخرج من الفيلم ولا الفيلم. ما تقلقش يا فتحي، جاي لك في الطريق، اثبت. ارمي الكمين يا بنتي، ارمي الكمين.